نتروق بريكسوس بلك، غير ترويقة، ترويقة أكبر، أوسع، إلى تعو. معقول يعني شو ما بيخطر على بالكم حليب حليب لاكتوز فري كورن فليكس على جميع انواعه دايت مش دايت عسل اجبان على انواعه جوسز على انواعه يعني حتى البيض كلنا بنعرف البيض هون في بيض ابيض بيض اسمر ولك بيض فرافي يعني بتضيعه يعني الواحد بده يكون نازل مقرر قبل بوقت شو بده ياكل بان كيكس بيض فريز كيوي عصير عم يعصروا اون ذا جو سوبر فريش بعده طازه الفلفل مبينه يعني ما معقول يا لطيف نحن هلا بالشارع الفرنساوي بريكسوس بلاك ومعنا عبد ليفسر لنا شو بيصير بالشارع الفرنساوي كل يوم. اللي بيميز الشارع الفرنسي بريكسوس بريميوم بلاك انه هي بتمطر مرتين غزاز بخاري مرتين باليوم لحتى يعطي للضيف شعور انه هو بباري. وهون في بيستري شوب وفي كافي وفي عنا ثلاث مطاعم وعم يشتغلوا هلا وفي اصوات ورانا، شو بك يا مدام؟ احملي اياها للكرسي. في عنا ثلاث مطاعم فري كونسبت ايطالي وتركي وفي عنا مطعم سمك هدول فري اوف تشارج بس لازم نعمل ريزرفيشن عليهم. في مطعم رابع هو ميت اند لاف هو ستيك ريستورانت هذا المطعم الوحيد اللي بيكون اكسترا في سعر فيكس برايس يعني فيكم ما تروحوا عليه تعملوا ريزرفيشن عليه. الويترز هون لا ما مثل بباريس ولا انه ذي نايس لا ذي ار سو فريندلي واكيد وقت بيعرفوا انه حضرتك جاي بصيروا مور فريندلي. هلا عبد عبد وين رايحين هلا؟ نحن بطريقنا للفلل. يلا تفضلوا ترى اوه واش حلو تتروبو يلا فيلا الاولى اللي رح نشوفها هلا هي الفيلا برايف هي بتجي برايفت سويمينج بول اوكي خلونا نشوف الفيلا ونحكي عن المزايا هاي الغرفه في بعض العائلات مثلا ممكن يكونوا عائلات كبيره فممكن يستفيدوا من هاي الغرفه ليكن مخدات لانه بتعرف في اوتيلات مخداتهم مثل الخشبه انتبهوا ضيوف الفيلا بيقدروا يختاروا انواع المخدات ليكن ليكن لكجري يا لطيف از جوينج لكجري ستايل خلينا نشوف المين بيلدينج للفيلا فيهم يطبخوا هون اكيد في مطبخ فوالا ليكن مطبخ ليكن فولي اكويبت يعني اذا حابين تعملوا اوزه حابين تطبخوا حابين تاكلوا كله هون فوالا عم تحكي صح لانه في حال لازم الجيست اي مستلزمات حابب يعمل شيء في راسه ممكن نحن نامن له اياه هون ونطبخ له اياه هون هلا في اوف تشارج اند هي ويل بي اكسبورتينج ذا جيست 24 اورز 7 دايز ويك خذوا عيشوا حلو عندنا نحن بكونسبت الفيلا وي ويل دو اور بيست تو نوت سي نو تو ذا جيست اوكي وي كانوت تيك نو از انسر هلا بنطلع طلوع على الاوض ها اوضة قطافيل هاي الكوين سايز بيت اوكي الى المين باث روم تبعتها دبليو سي الاكتيفيتي تبعتها فيها خاصه فيها مش حتى ضروري تجيبوا لياف كل يوم بيجيبوا لكم ليفه جديده بتستعملوها مره بتكبوها كمان شوف المين ماستر بيت روم يا شو حلوه مرايه من ميل وتي في من ميل هاي هون الحمام دبليو سي وستاند شاور واو 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 قد ايه حلو البانيو هون الواحد بده يجي بتجعه جمعة في سبت غسيل يعني طبعا حط غسيلاته في حدا يعمل لهم غسيلاتهم اكيد اللاندري اكسترا في تشارج طب ليه يا زلمه بس اللاندري طب معقول جايين دافعين كل هالهيدا على اللاندري خلص كرمال عيونك نعمل تشارج اه لك في ميزان خلينا نطلع على الميزان ليكو بعده بعدين طلع يومين عم ناكل مشان نعمل سبار جاي جاي الخبر الحلو انه جاي 69 ما بزيد وزنكم نهائيا لا ايه ابدا ابدا ما بدينا اكل في الميني بار سيك بوكس يا الله لك كثير حلوين هول احلى من تبع هوليك لانه كثير بعينه تبع البنات ابشري لعيونك نعطيك اياهم عن جد بلا ما دبهم انا وهيك وتسالوني وين اختفوا لا قد ايه حلو
دسته دسته تعي فالنتينا دسته حرير. Just leave it. They will take over. You have a butler here. أنا يعني سهلة من كل شيء يعني. Just leave it as it is. قديه حلو. يعني هو واحد بيجي ليرخية هيك يجي ما بيجي يسمع ضجة ما بيجي يقعد بين العالم بيجي أبو جمعة زمان بيرجع شو توب يلا خلينا نروح نشوف تاني فيلا السبيشل. واو شو حلو البول. أول فيلا شفناها هي الأودوغام هي بتجي أرخص شوي تماما. هون عندك ثلاث غرف هنيك أربع غرف. أوكي هنيك برايفت سويمينج بول هون شايد سويمينج بول. أوكي تجلية طيب ما تنطي لأنه ما بتعرف تسبحي هلا خلص بدنا نروح نسبح. باي. والله حلوة هيك يو كان جو فاست. نحن هلا وصلنا يعني من بق تقبر قلبي تقبر قلبي ايشك عيوقة. نحن هلا وصلنا فاينلي على البحر بيسين بحر بيسين بحر بحر بيسين شو عبالكن؟ هلا حنستفيد اليوم من البحر من الرمل من الطقس الحلو جيت سكي دنجي هونيك كأنكن بكان يعني لا رحتوا ولا جيتوا باغاتيل هون في تركيا. خلصنا من البول ومن البحر جينا هلا على الكلاب هاوس. هذا المطعم بس للفلل يعني بتظهر من الفيلا على المطعم دغري. فهلا حنتغدى فيه هو منيو على كارت انترناسيونال. يلا تشيف يلا. يامي لحمة غنم اسمها قتلي بيجي أكلي أكلة القتلي. سنان yes. You are Turkish yes, You're gonna explain to us to them yes. شو في على الطاولة بياس yes. يعني فاصوليا yes. فيهم طعم الطراطور شو طاحين yes. طاحين So this is a traditional dish. حمص 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 زيتون طيب هالحمص. This is arancini. Arancini. I'm gonna try them. With truffle. Yes, truffle. والله منك قليلة يا عمي. Shrimps with butter. Kreides. Kreides بالزبدة ايه. Butter to get fat. Yes. شنو تارتر؟ يعني قد ايه اكلهم فاريي هون من العربي للتلياني تركيش مش معقول. Yes. You do all of this. أنت بتطبخ كل شيء. أبد تنازل شيف. أنت كل هول. ولا يا عمي. أفوكادو جيجيك. شو جيج يعني جيجيك؟ نفس مبدأ الخيار بلبن بس. أفوكادو. كيف منحطها؟ أول شيء بتحطي البيض. بعد البصل الفرنسي اللي هو فريش هذا. بعد بتحطي الكافيار. ليكو أنا مش بتاعت الكافيار إجمالاً. بما إنه it's here and it looks delicious, we're gonna try it. أتمنى إن رافيلي حطيت نقطة نقطة نقطة. What is this caviar? Russian. Russian. You love Russian. I'm gonna have another one لأنه it's really good. If you're in ضرورة بتصور تجوا تقعدوا بالفيلاز لتجوا تاكلوا هون لأنه vraiment c'est un Yalatsif. Thank you. ما بيحكي كلمة إنجليزي يا تتعلم صحتين تشكر لك. خود أنا تعلمت كمان. ما تنسوا تعملوا سبسكريبشن على اليوتيوب شانل تبع مستقبل ويب لتقدروا تحضروا كل حلقات يا لطيف. وكمان فيكن تنزلوا الابليكيشن هيك بيوصلكم نوتيفيكيشن كل ما تنزل حلقة جديدة من يا لطيف. يا لطيف على يا لطيف.